انت طبعا من الحراس الكبار واللي كان ليك بصمه في النادي الاهلي، شايف محمد الشناوي كلنا شايفينه بشكل مميز، ايه اكتر حاجه مميزه دلوقتي في محمد الشناوي انت شايفها كامير بعين بقى حارس مرمى مخضرم زي ما بنقول يعني؟ انا عاجبني جدا الكابتن الشناوي، الحاله اللي هو فيها مش من دلوقتي، من بقاله سنتين اعتقد. عاجبني حاله التركيز بتاعته، هو عارف التركيز طبعا. يمكن انا اتكلمت معاه في كذا لقاء بيني وبينه، قلت له انا عاجبني جدا التركيز بتاعك، انك انت ما بتشغلش بالك بالسوشيال ميديا ولا بتشغل بالك باي حد بينتقدك. في نفس الوقت يا كابتن الشناوي عارف قيمه النادي. الشناوي كان معانا جول خامس او رابع واحنا كان صغير، اتمرن معانا، ما كانش فيه فرصه ليه، راح لعب كذا نادي وخد خبرات. رجوعه للنادي الاهلي يعني هو اداله ثقه جامده جدا من جواه، لان هو قدر يثبت للناس ان انا كنت استحق ان انا اكون موجود في النادي الاهلي مع الحراس الكبار الموجودين. لما رجع واقف على رجله بقوه. حظه كمان خلينا واقعيين ان هو كان بيلعب بدايه الشناوي في منتخب مصر او مع النادي الاهلي، ان الحضري كان خلاص يعني اخر سنينه او اخر وقت ليه ان هو يلعب، لان طبعا الحضري وجوده وهو واقف على رجله اكيد فرصته اصعب لاي حد تاني، بدليل ان النهارده في كذا حارس بيأدي بشكل كويس. فعاجبني جدا الشناوي ان هو لما خد مع المنتخب ادى ثقه كبيره جدا لمصر مش للنادي الاهلي بس، من خلال مشاركته لعب ماتش كبير زي البرتغال، لعب ماتش كبير جدا ولعب كاس العالم، خد مان اوف ذا ماتش صح بالظبط. فاعتقد ان هو التركيز ده هو اللي خلاه يلعب جول في النادي الاهلي اساسي ويركز ويروح منتخب مصر. يمكن بداياته مع النادي الاهلي ما كانتش موفقه قوي، لان هو لعب في بطوله عربيه وما كانش موفق في بعض الماتشات، فكان في كلام كتير جدا. انا عاجبني فيه ان هو ما بيركزش في الكلام ده ولا السوشيال ميديا، هو مركز في تدريب بره الملعب، مركز عنده ما شاء الله ربنا يحميهم اسره عارفه كويس قوي توفر المناخ الكويس جدا ان هو يفضل مركز، لان انا اتكلمت معاه في حاجات كتيره جدا. هو كمان هي شخصيته كمان كده، يعني افتكر ان اختبار الثبات الانفعالي في واحده زي مثلا الشائعه اللي طلعت عليه بالنسبه للكارت الاصفر ده اللي قال لك طلع عليه ومش هيشارك، لا قدامه فرصه واحده وكذا، وفي كذا موقف بحس انه لما بيختبر ثباته الانفعالي لا بينجح فيه، لانه ده في شخصيته اصلا محمد. وبعدين كمان هو تعرض لمواقف كتيره جدا كتير. الانقاذ اللي بينقذه للنادي الاهلي مؤثر في ماتشات كتيره جدا، وشفنا طبعا الماتش الاخير البنالتي اللي هو صده، اعتقد يا كابتن ان هو طب قول لي بقى بالنسبه لضربات الجزاء وانت حارس مرمى، انت شايف الشناوي ايه اللي بيميزه كحارس مرمى في بالذات ضربات الجزاء؟ انت عارف ضربات الجزاء دي بقى اكيد ليها برضو تدريب وليها قواعد برضو انت ادرى بيها، واحنا كنا بنتمرن مع حراس مرمى من الصعب تجيب فيها ضربات جزاء، لكن انت شايف الشناوي ايه المميز قوي في الشناوي انه فعلا ما شاء الله يعني في ضربات الجزاء تقدر تقول ان الفرصه بدل ما تبقى 99% هدف لا ممكن تنزل ل 70 و80%؟ بص يا كابتن، هو طبعا البينالتي بيبقى بنسبه كبيره جدا فيها توفيق، تمام؟ انت ممكن تتمرن على حاجه معينه وتترمي في نفس اللحظه بس ما تجيبهاش، لكن هو عاجبني فيه تركيز واتعلم من اللي قبل كده. يعني احنا شفنا ماتش السوبر اللي كان في دبي ما صدش بينالتي، والناس كلها كانت عندها امل كبيره جدا ان هو يصد واحده. مظبوط، هو ما كانش فيه توفيق في الحته دي، لكن اتعلم، ابتدى يتمرن. يعني تدريب كمان طبعا. تدريب، لان خلي بال حضرتك كابتن، هو اعتقد ان الكابتن طارق سليمان كان فارق كتير جدا مع برضو مع الشناوي، نديله حقه. الكابتن احمد ناجي مع منتخب مصر والراجل الايطالي المدرب دلوقتي اللي هو اصلا عنده خبرات كبيره جدا جدا، راجل طبعا عنده خبرات كبيره جدا، بدليل ان احنا ما شفناش الشناوي بس متالق، احنا شفنا النهارده علي لطفي بعد لما كان غايب طبعا من كورونا. عوده انت بتتكلم في واحد اكنه بيلعب السيزون كله، بتتكلم على مصطفى شوبير لسه صغير بيلعب بالثبات ده، بيلعب وهو سنه صغير ماتشات عليه ضغوطات كبيره جدا، كابتن شوبير على النادي الاهلي مستني منه اللحظه اللي هو هيبقى كويس، ولد لعب 90 دقيقه يعني تركيز غير طبيعي، كل حاجه صح. يمكن انا كمان حتى كلمته بعد الماتش وباركت له، انا ساعتها قعدت كلمت مصطفى، كلمته وقعدت عشان اتفرج عليه، لان انا فعلا انا كنت سامع ان هو جول كويس وبامانه ما كنتش شفته خالص، لكن انا قعدت عشان اقيمه في الماتش ده. يمكن انا كلمته وشجعته وقلت له خليك ماتش الترسانه، كلمته بعد الماتش على طول وباركت له. علي لطفي برده كلمته ما كانش يرد عليا، لكن كنت عايز ابارك له على الاداء. اما الشناوي طبعا يعني اتعلم من اللي فات
وابتدى يعني هو راجل كابتن النادي الاهلي، راجل واقف للنادي الاهلي، حارس مرمى النادي الاهلي، فطبيعي ان هو يبقى 90 دقيقه مركز. انا عاجبني جدا بصراحه اداؤه وتركيزه والتنافس اللي بين علي وبين مصطفى. وبعدين في نفس الوقت انا عاجبني في الشناوي كمان ان هو ما عندوش حته بتاعه الكبرياء. اه يعني راجل متواضع، يعني متواضع جدا، ده حقيقي، وشخصيه محترمه جدا وشخصيه طيبه جدا جدا، وعارف قيمه النادي الاهلي. فانا عاجبني تركيزه، اتمنى ان شاء الله يا رب هيكون باذن الله ليه دور كبير جدا مع زمايله طبعا، ان شاء الله ربنا يوفقهم، وكل الدعم ليهم وكل الدعم لكل اللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني ان شاء الله، وربنا يسهل ان شاء الله. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا هدفنا البطوله، مش هدفنا انا العب سيمي فاينل، وان شاء الله باذن الله لازم، واللعيبه عارفه ان انا قبل النهائي ده ما خلصش، احنا لسه في شوط تاني، لازم من البدايه نركز، لان طبعا انت عارف كابتن الكوره فيها متغيرات كثيره جدا، صح. لكن اللعيبه ان شاء الله باذن الله مقدره المسؤوليه، وربنا يوفقهم ان شاء الله.